الانتفاضة التي حدثت في السويداء أحيت الأمل في قلوبنا، أعادت لسوريا الأمل، انطلقت من عمق المجتمع. لا يوجد موالي ولا معارض، دفنا الموالي والمعارض على الاسطوانة التي لعب عليها النظام طيلة 12 عاما. ثورة عز وكرامة، وهذا النظام بدنا نسقطه لأنه حبس ناس وظلم ناس وقتل ناس وحبس ناس، ولا تراجع للاستقرار حتى يسقط النظام. كيف لطف اللي بيطلع طول وبيتهمنا بالصهيونية؟ بدي أقول له إن الصهيونية يلي 50 سنة ما ضرب طلقة على إسرائيل هو الصهيوني، واللي باع المطارات هو الصهيوني، واللي باع حقول النفط هو الصهيوني، واللي باع المينا هو الصهيوني. جمعة جديدة من انتفاضة السويداء ضد الأسد، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية ليوم آخر من حراك السويداء. يواصل أهالي السويداء مظاهراتهم في ساحة الكرامة ضد نظام بشار الأسد كما جرت عليه العادة منذ عام وشهرين في حراك متواصل يؤكد على مطالب الأهالي في رحيل نظام الأسد وتطبيق الحل السياسي في البلاد والإفراج عن المعتقلين. ننتقل إلى هذه الصور المباشرة التي تأتينا من ساحة الكرامة في السويداء والتي تظهر تجمع الأهالي في الساحة. طبعا هذا التجمع يتركز في يوم الجمعة، إنما هو متواصل على مدار أيام الأسبوع للمطالبة في رحيل نظام الأسد وتطبيق الحل السياسي في البلاد والإفراج عن المعتقلين. صباح الخير يا سويدا، والله يصبحكم بالخير يا اهلي، يا ربوع، يا النشامى، يا النشميات. إذن مشاهدينا كما اعتدنا من ساحة الكرامة على احتضان أبنائها وتجمعهم كل جمعة فيها على صوت ابن محافظة السويداء سميح شقير ولمطالباتهم الدائمة في رحيل نظام الأسد وتطبيق الحل السياسي في البلاد والإفراج عن المعتقلين. تأتينا هذه الصور من هناك مباشرة من ساحة الكرامة في السويداء والتي تظهر علم الثورة وتجمع عدد من أبناء محافظة السويداء في هذه الساحة. صباح الخير يا سويدا، والله يصبحكم بالخير يا اهلي، يا ربوع، يا النشامى، يا النشميات. كلنا ملينا من الخطابات وملينا من المحاضرات. يا دينو 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 يا د
إذن مشاهدينا، هذه الصور تأتينا من ساحة الكرامة مباشرة من السويداء في هذا الحراك المستمر منذ عامين تقريبا، أو دخل عامه الثاني من دون انقطاع ولا يوم عن هذه الساحة. وأيضا يعني كانت رمزية هذا الحراك تتجسد في أنه عكس أكثر من ثقافة ومن أعياد، وأيضا كان آخرها تحية لرجال الدفاع المدني السوري في الشمال السوري بمناسبة عامهم العاشر على التأسيس. إذن من السويداء الآن ينضم إلينا مراسلنا حمزة المختار. أهلا بك معنا حمزة. حمزة، لو توجز لنا آخر أخبار هذه المحافظة. صباح الخير كاترين لك وللسادة المشاهدين. كما اعتدنا في كل يوم جمعة في هذه الساحة، ساحة الكرامة، تجتمع جميع الوفود من كافة قرى وأرياف محافظة السويداء لحيال المظاهرة المركزية. منذ ما يزيد عن سنة وثلاثة أشهر انطلقت هذه الانتفاضة في السويداء، كانت بدايتها تنادي بإسقاط النظام وتنفيذ القرارات الأممية الرامية إلى الانتقال السياسي الآمن للسلطة. لم ترجع هذه الشعارات إلى الخلف أبدا، على الرغم من المحاصرة وعلى الرغم من ما فعله النظام في هذه الساحة وفي المتظاهرين ومحاولات كثيرة لإيقاف هذا التظاهر أو هذا الحراك السلمي الذي أحرج النظام وأعاد الملف السوري إلى طاولة التداول في الأروقة السياسية. بالتأكيد كاترين، يعني هذه المحافظة لا زالت تعاني اقتصاديا وأمنيا من جميع الضغوطات التي يمارسها النظام. كان آخرها طبعا كما نعلم قام النظام بفرض أو يعني على أهالي القرية أو على الأحرار في بلدة القرية بالعديد من العقوبات التي تمنع أن يتداولوا في العقارات الخاصة بهم وحتى في الأموال المنقولة والغير منقولة، في عقاب واضح وصريح وعلى يعني مشاركتهم في هذه الانتفاضة السلمية. وبالتالي يعني العديد من المناطق أو القرى في محافظة السويداء هي معرضة أيضا لهذه الإجراءات التعسفية من قبل النظام، ولكن على ما يبدو أن هذه الانتفاضة مستمرة بحسب ما نشهد ونراقب من قبل يعني الهالي والناس الذين يتظاهرون في الساحات. وكما ترين من خلفي كثيرين، يعني لا زالت الأعلام والرايات ترفع في ساحة الكرامة في كل يوم جمعة. يدخل أيضا يعني وفد الآن، وفد جهبة يحمل علم الثورة السورية وينضم إلى التظاهرة لإحيائها كما يحصل في كل يوم جمعة. طبعا يعني في العادة نحن نذكر في كل يوم جمعة بالمشاركين في هذه التظاهرة. مدينة شهبة وما حولها من قرى دخلوا الآن إلى ساحة الكرامة، ومن قبلهم
بلدة القرية في الريف الجنوبي، وأيضا سبقتهم في الريف الغربي بلدة عريقة والمزرعة وما حولها من قرى، وأيضا الريف يعني الشرقي كما المعتاد هو مشارك في هذه الانتفاضة. طبعا هذه الجمعة قام بتنظيمها الهيئة السياسية للحراك يعني الإضافة إلى لجنة التنظيم. نعم تكريم. نعم حمزة، نتابع معك هذه الصور التي تأتينا. كنت أود سؤالك حمزة، تحدثت عن دخول أهالي شهبة إلى الحراك، هل ما تزال هناك وفود تأتي من قرى المحافظة؟ نعم بالتأكيد كاترين، في كل جمعة يكون هناك وفود تأتي إلى ساحة الكرامة، يعني الزخم لم يعد كما السابق أو كما كان في بداية هذه الانتفاضة. هذه الساحة كما ذكرنا سابقا بأنها شهدت ما يزيد عن 8000 متظاهر من يعني أهالي السويداء، وكانت تغوص هذه الساحة بالمتظاهرين، ولكن طول المدة ويعني نحن نتحدث عن سنة وثلاثة أشهر كاترين، بالتأكيد يعني سوف يخف هذا الزخم. الناس في نهاية المطاف لديها مصالح ولديها أشغالها وأعمالها، لا يمكن أن تستمر إلى الأبد يعني في الخروج إلى الساحات وتعطيل أعمالها. بالتالي نعم هناك يعني تناقص بأعداد المتظاهرين، إلا أن هذه الروح لا تزال موجودة، وحتى من الذين لم يشاركون أو يعني انقطعوا عن الساحة لفترات طويلة، إلا أنهم بين الفينة والأخرى نراهم في الساحة يحاولون أن يبقوا في يعني في هذه الأجواء، أجواء الانتفاضة. ولكن بالتأكيد هذه الساحة تشهد في كل يوم جمعة متظاهرين من كافة أرياف وقرى محافظة السويداء، وهذا أيضا كاترين وفد جديد يدخل إلى ساحة الكرامة، علما كاترين بأن هذه الساحة يعني كانت سباقة في جميع يعني ما يحصل من حولنا في الحرب الإقليمية الدائرة اليوم، سواء على قطاع غزة أو على جنوب لبنان. رأينا هذه الساحة دائما تقف إلى أهلنا المستضعفين وإلى المدنيين الذين يتعرضون للعدوان الإسرائيلي، طبعا بالإضافة لوقوفهم أيضا إلى جانب يعني محافظات الشمال المحرر وما تتعرض له من قصف دوري من قبل قوات النظام. هذه أيضا وفد جديد كثير يدخل إلى الساحة يحمل صورة سماحة الشيخ حكمة الهجري وعلم الثورة السورية، وأيضا لافتة مكتوب عليها مستمرون يدخلون إلى الساحة الآن. حمزة، كان هناك دائما استفزازات من قبل النظام للأهالي في السويداء، كان آخرها يعني مصادرة أملاك، حدثنا عن هذه الاستفزازات أكثر. نعم كثيرين، في الحقيقة تعرض يعني العديد من المتظاهرين والناشطين في السويداء لمصادرة أملاك كما حصل في بلدة القرية، تعرض 17 شخصا من المتظاهرين والذين شاركوا في هذه الانتفاضة لمصادرة أموال، وهذه تعتبر خطوة يعني أولية للإكمال على باقي المناطق والبلدات والقرى التي شاركت في هذه الانتفاضة. ولكن يعني اختار النظام على ما يبدو أنه يبدأ ببلدة القرية لما لها رمزية عند أهالي السويداء، وهذا العلم أيضا يعني موجود، علم الثورة هو موجود في ضريح سلطان باشا الأطرش كرمزية أو كعلم يمثل الدولة السورية في زمن الاستقلال. بالتالي يعني النظام حاول يعني أن يبدأ ببلدة القرية لرمزية بلدة القرية، ونحن نعلم أيضا بأن النظام منع أهل السويداء من إحياء ذكرى المقتول له سلطان باشا الأطرش على مدار ما يزيد عن 20 عاما، إلى أن بدأت الثورة السورية في العام 2011 حتى عاد أهل السويداء لإحياء ذكرى المقتول له سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى. بالتالي يعني بدء النظام في بلدة القرية بالذات، هذه دلالة وهذه رمزية ورسالة التقطها
المتظاهرين والناشطين في محافظة السويداء، ويبدو أن النظام سوف ينتقل يعني إلى باقي القرى والبلدات وباقي الناشطين، يحاول الضغط بشتى الوسائل. بدأ كاترين بالضغط الاقتصادي والحواجز المنتشرة على طريق دمشق السويداء والأتوات التي تفرضها على التجار، بالتالي ينعكس على ارتفاع ترتفع الأسعار وهذا ينعكس على المواطنين. فشل في الضغط الاقتصادي، بدأ بالضغط الأمني وملاحقة الحرار خارج محافظة السويداء سواء في دمشق أو حتى في اللاذقية، وطلاب الجامعات حتى من لم يتدخل في هذه التظاهرات ولكن لديه قريب شارك في التظاهرات فهو يدفع الثمن سواء كان طالب أو كان موظف في أي منطقة يعني أو أي محافظة خارج السويداء. أيضا لجأ النظام في أكثر من مناسبة لاستخدام العنف، ويعني تابعنا معكم ورصدنا كل عمليات النظام في محاولات إخافة هذا الحراك، وصل الأمر إلى القتل وقتل النظام أحد المتظاهرين وهو الشاب جواد الباروكي الذي قضى في أمام صالة 7 نيسان منذ ما يزيد عن 8 أشهر. بالتالي يعني كل هذه الأساليب النظام لم يفلح في ردع المتظاهرين على الخروج إلى الساحات، يحاول الآن بطريقة مختلفة وهي مصادرة الأملاك ويعني منع الناس من التداول في أملاكها وفي أرزاقها كعمليات البيع والشراء. أيضا يعني تعد هذه أو يعدها أهل السويداء محاولة وسوف تنتهي كما انتهى غيرها بحسب ما ذكرنا لنا العديد من الشبان الذين تعرضوا لهذه العملية. نعم حمزة، كان قد تم انتخاب لجنة سياسية لهذا الحراك، هل بدأت أعمالها وما هو البرنامج التي تعمل عليه؟ نعم كاترين، في الحقيقة يعني الهيئة العامة للحراك انتخبت عدة لجان كان أبرزها لجنة التنظيم في الحراك، ومن ثم يعني تم انتخاب لجنة قانونية للإشراف على عمل لجنة التنظيم، ومن ثم لجنة إعلامية تتابع إعلاميا ما تقوم به هذه اللجان السياسية والقانونية. يعني في الحقيقة كاترين إلى الآن لم يبرز أداء أو لم يبرز عمل هذه اللجنة على صعيد يعني عالي، إنما يعني يقتصر إلى الآن عملها على تنظيم الساحة ويعني تنظيم التظاهرات في كل يوم وبالأخص في يوم الجمعة، ولكن على الصعيد السياسي إلى الآن يعني لم نرى أي عمل لهذه اللجنة، وأصلا هي لم تصدر بيانات أو لم تصدر يعني أي شيء عنها لتوضح ما هو برنامج العمل لديها في الأيام المقبلة، ما هي خطة العمل التي تنوي العمل عليها، باستثناء بعض التسريبات التي استطعنا الحصول عليها من خلال يعني أفراد اللجنة، حيث يعني العديد منهم قالوا بأن عمل اللجنة السياسية سوف يكون في الأيام القادمة هو محاولات التواصل مع جميع الأطراف السياسية السورية سواء في الداخل أو في الخارج، وسوف يتم الإعلان عن هذه التواصلات على صفحة يعني الهيئة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يعني إلى الآن لم نرى أي شيء كثير من هذه اللجنة. الجميع يعول يعني على أن تكون فعلا هذه اللجنة هي خطوة متقدمة في العمل السياسي الديمقراطي، الجميع ينتظر منها الكثير، ولكن يعني على ما يبدو هناك معوقات كثيرة للعمل سياسيا داخل المحافظة وأيضا خارجها. يعني نحن في السويداء لا نمتلك هذه التقنيات أو هذه الرؤية السياسية بعيدة المدى على ما أعتقد، بسبب طبعا يعني الأيام أو السنوات التي مرت، نحن نتحدث عن 70 عام لا يمكن أن نتداول السياسة سواء في السويداء أو في باقي المحافظات السورية، ولكن يعني ننتظر الكثير من هذه اللجنة والجميع ينتظر على أمل أن تحرز أي تقدم، على أمل أن تستطيع أن يعني التواصل مع سواء في الشمال السوري أو حتى خارجيا في محاولة لإخراج جسم سياسي سوري يستطيع أو يمكن الاعتماد عليه لأن يكون بديل لهذا النظام بشكل يعني فعلا حقيقي يلفت أنظار الدول الفاعلة في الملف السوري سواء الإقليمية أو الدولية، ليكون هذا الجسم السياسي بديل عن وجود النظام. ويعني وبالأخص أن جميع الأسامي السياسية السابقة التي أفرزتها الثورة السورية فشلت في أن يعني تكون
جسم سياسي حقيقي يمثل الشعب نعم. السوري بكافة أطيافه. تفضل بالبقاء معنا حمزة، نتابع معك هذه الصور التي تأتينا مباشرة من ساحة الكرامة، ونستمع إلى هتافات الأهالي من هذه الساحة التي تطالب بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين. ومن السويداء أيضا ينضم إلينا الصحفي أيمن الشوفي، أهلا بك معنا أستاذ أيمن. يعني دخلنا في العام الثاني على هذا الحراك، وعلى ما يبدو يصر أهالي السويداء الاستمرار، لا يملون أهالي السويداء من هذا الحراك. حدثنا، ما الذي يجعلهم دائما متواجدين في هذه الساحة؟ صباح الخير أستاذ كاترين، لحضرتك ولمتابعي تلفزيون سوريا. طبعا يعني خيار التظاهر اليومي لدى أبناء السويداء يعني أصبح حالة حتمية، لا يمكن التراجع عن مسألة بداية الانتفاضة ضد هذا النظام التي كانت في شهر آب من العام الماضي. طبعا نحن نتحدث عن خيار وحيد، الانكفاء عن التظاهر، العودة إلى المنازل، يعني توجيه ضربة قوية إلى كل النشطاء السياسيين وإلى المحافظة التي تعتبر الآن يعني هي المحافظة الثائرة الوحيدة في مناطق سيطرة النظام السوري. إذن مسألة التظاهر هي مسألة حتمية، يعني لا يوجد خيارات أخرى. الانكفاء يعني انتهاء كل هذا العمل السياسي الذي تجاوز عمره العام. طبعا يعني تأخرت انتفاضة السويداء في تشكيل أجسام سياسية تعبر عنها في مواقفها، لكن خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم طبعا كما نعلم جميعا انتخاب هيئة عامة ممثلة للحراك، انبثقت عن هذه الهيئة مجموعة من اللجان، وبدأت هذه اللجان عمليا بممارسة الأعمال الموكلة إليها، وبدأت بالفعل في يعني التقدم على أرض الواقع بمجموعة خطوات. لكن المتغيرات السياسية في المنطقة، الحرب الإسرائيلية الواسعة التي بدأت في قطاع غزة أيضا في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي وما زالت مستمرة، ثم توسعت باتجاه لبنان والآن باتجاه سوريا، إنما تلقي بظلالها حتى على حراك السويداء، وتقدم مشهد يعني يصعب التكهن، مشهد سياسي عام يعني يصعب التكهن بتطوره في المرحلة المقبلة. هل تريد إسرائيل فعلا التوسع؟ هل تريد إسرائيل المحافظة كما تدعي على أمن مناطقها؟ طبعا المسألة تجاوزت يعني مسألة أمن أو الحفاظ على أمن حدود إسرائيل، أثارت في هذا الشهر أثارت مخاوف الرئيس التركي أردوغان، وتحدث بصراحة يعني عن إمكانية توسع إسرائيل ودخولها إلى الأراضي السورية ووصولها إلى مشارف دمشق. إذا نحن أمام مشهد سياسي، مشهد عسكري يتبدل بصورة دائمة، يتبدل بصورة يومية، طبعا يعني يرمي بوجهنا مجموعة من الاحتمالات، وهذا كله ليس فقط على حراك السويداء، إنما على الحالة السياسية في سوريا بشكل عام وفي المنطقة أيضا. وهذه الهيئة التي تم انتخابها منذ قرابة 3 أشهر كما تحدثت، كيف غيرت من هذا الحراك وأثرت عليه؟ يعني الهيئة السياسية، اللجنة السياسية أو الهيئة العامة للحراك ممثلة باللجنة السياسية، وكما علمت يعني استطاعت أن تتواصل مع مجموعة من المكونات السياسية في الأراضي السورية داخل سوريا، منها المجلس الوطني الكردي، تحالف استقلال سوريا، وأيضا الهيئة السياسية قنيطرة، بالإضافة إلى مجموعة شخصيات سياسية داخل سوريا. وتسعى طبعا اللجنة إلى توسيع دائرة التواصل السياسي، وفي نفس الوقت فهمت بأنه هناك رفض قطعي للتواصل مع قسد مثلا ومع التحالف يعني قسد والتحالف الدولي لا تنوي اللجنة السياسية الممثلة لحراك السويداء التواصل معهم. وأيضا ستشارك اللجنة السياسية في مؤتمر بروكسل، وبعد أيام في مؤتمر لاهاي سيكون هناك كلمة للجنة السياسية الممثلة لحراك السويداء في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالإضافة إلى مشاركتها في مؤتمر بروكسل. هذا على الصعيد هل هذا يعني أن هناك ممثلين عن هذه الهيئة في دول خارج السويداء، في دول أوروبية؟ يعني اعتقد ربما يكون هناك كلمات على مواقع التواصل او على مثلا منصات تواصل مباشرة قد يلقيها بعض أو ممثلين عن اللجنة السياسية، سواء كان في محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد أيام أو في مؤتمر بروكسل. سيكون هناك
مباشر لهذه الكلمات. طبعا كمان فهمنا أنه اللجنة السياسية تواصلت عبر الإيميل مع المستشار الألماني ومع جير بيدرسون، وطبعا قدمت شرحا عن انتفاضة السويداء، مطالبها ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية وفق مرجعية القرارات الدولية، لكن كما فهمنا أيضا لم يتلقوا بعد أي رد سواء كان من الجانب الألماني أو من جانب جير بيدرسون. ماذا عن الهيئة الدينية الروحية في السويداء؟ هل ما زالت على موقفها؟ طبعا يعني الهيئة الممثلة لحراك السويداء هي يعني في يعني تحت رعاية سماحة الشيخ الهجري، يعني هو المرجعية الروحية، وهو أيضا يعني داخل يدخل ضمن عملية الإشراف ومتابعة أعمال هذه اللجنة عبر لجنة خاصة بالإشراف والمتابعة. لا يزال طبعا الهيئة الدينية داعم لحراك السويداء، وأعتقد بأنه يعني هي عنصر من العناصر المشرفة والداعمة لحراك السويداء، والقائمة أيضا على تطور العمل السياسي من خلال اللجنة السياسية الممثلة لحراك السويداء. لا يزال طبعا موقف الهيئة الروحية على حاله، لم يتبدل أبدا من دعم الحراك والإشراف عليه وبقائه واقفا على قدمه. وهل هناك أي مواقف اتخذت إزاء ما تحدث عنه النظام، مصادرة أملاك للمشاركين في هذا الحراك وبدأ من قرية القرية؟ نعم، يعني أعتقد وحسب متابعين بأنه يعني حتى لو صدرت قرارات حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد تجاوز 15 شخص في بلدة القرية، لكن النظام يعجز عن التنفيذ، يعني بمعنى يعجز عن المصادرة. هو اتخذ مثل هذه الإجراءات والقرارات، لكنه على مستوى التنفيذ سيكون على صدام مباشر مع الناس. لذلك هو يعني يسعى فقط إلى الضغط المعنوي والنفسي على جمهور السويداء المنتفض على الناشطين سياسيا. وبالتوازي طبعا هناك قضية الاستدعاءات، وبحسب أحد المتابعين تجاوز العدد 40 أو 50 شخص، وهذه القضية طبعا تحمل الرقم 481، وهي ينظر بها قاضي التحقيق الثاني في السويداء شادي مرشد. طبعا مؤخرا زار هذا القاضي 12 محامي، هناك 12 محامي مطلوب ضمن هذه القائمة، وأرادوا الاطلاع على ملف الدعوة ورفض. طبعا رفض المحامي حتى رفض التحقيق معهم، يعني قالوا له نريد استكمال الإجراءات تفضل وحقق معنا، القاضي رفض وقال حاولوا حل الموضوع بشكل اجتماعي. إذن هذه الإجراءات التي يقوم بها النظام فقط للضغط على النشطاء السياسيين المتظاهرين، فقط لإخضاعهم ومحاولة فض انتفاضة السويداء. طبعا وأعتقد بأنه المسألة قد تتحول إلى محكمة الإرهاب بدمشق، وحينها قد تصدر أحكام غيابية بحق هؤلاء. النظام هنا يعني مقيد ومكبل، يريد حالة هذا الموضوع، موضوع الملاحقات إلى محكمة الإرهاب، هناك يعني لا يزال قويا في العاصمة دمشق، لكن في السويداء يعني حتى على مستوى اتخاذه لقرارات أو أحكام يعجز عن تنفيذها. نحن نعلم أنه لا يوجد حاضنة شعبية لهذا النظام في السويداء. صحيح أن أعداد المتظاهرين قد قلت مقارنة بالعام الماضي، لكن عموم السويداء منتفضة حتى وإن لم تكن مشاركة ب يعني سواء كان في يوم الجمعة أو بالأيام العادية. هذا النظام حتى فقد شاركته نتيجة مواقفه المتخاذلة ومواقفه فقط الرامية إلى الاحتفاظ بالسلطة حتى لو باع البلاد كلها. يعني نحن نتابع مواقف رئيس النظام السوري، وكلنا متأكدون بأنه يعني حالة مهزومة، حالة سياسية مهزومة، فقط يحاول تأخير سقوطه قدر الإمكان. تفضل بالبقاء معنا أستاذ أيمن، نعود إلى هذه الصور التي تأتينا مباشرة من ساحة الكرامة في السويداء، وليس يبدو أن هناك كلمة تلقى الآن في الساحة. في دولة الحق والعدل والمواطنة، دولة القانون النزيه الذي يطبق على الجميع بعيدا عن المحاباة والانتقائية وتسلط الأجهزة الأمنية. أحرارنا حرائرنا، إننا في اللجنة التنسيقية لحراك قرية أردن نحييكم ونكبر صمودكم ونمضي معكم في ثورتنا. لن نخرج من ساحة الكرامة حتى تحقيق أهدافنا في زوال نظام القهر والظلم والاستغلال. عشتم
وعاشت سوريا حرة مستقلة من كل جنس واحتلال. إذن مشاهدينا، هذه الصور الآن تأتينا مباشرة من ساحة الكرامة، وكان قبل قليل هناك كلمة لأحد أعضاء اللجنة السياسية من قرية مردوك ألقاها في الساحة، يؤكد على مطالب هذا الحراك وعلى إسقاط النظام. نستمع إلى هذه الأصوات التي تأتينا من الساحة الآن. إذن مشاهدينا من ساحة الكرامة نعود إليك حمزة المختار. حمزة، حدثنا أكثر فيما إذا وصل نازحين من لبنان خلال الفترة الماضية إلى السويداء. نعم كثير في الحقيقة، يعني من المحتمل أن يكون هناك موجة نزوح إلى محافظة السويداء، وفي الحقيقة يعني مكتب المحافظة في السويداء قد أعطى تعليمات بإقامة مكان للنزوح في معسكر طلائع البعث، والآن يقوم يعني القائمون على معسكر الطلائع بترميم بعض الأماكن لاستقبال النازحين اللبنانيين بحسب ما فهمنا. وكنا قد يعني
عملنا أكثر من لقاء في السويداء واستطلاع رأي عن هذا الموضوع بالذات مع أهالي السويداء الذين يعني رحبوا بالمدنيين الذين تعرضوا لي والذين لا يزالوا يتعرضون للقصف الإسرائيلي في جنوب لبنان، على الرغم من عدم توفر البنية يعني لاستقبال اللاجئين. في الحقيقة أهالي السويداء يعانون بشكل كبير من الموارد في المحافظة، سواء المياه أو حتى الكهرباء. هناك شح حقيقي في هذه الموارد منذ سنوات، وتزداد هذه الأزمة يوم بعد يوم. مع ذلك يعني أبدى أهالي السويداء استعدادهم لاستقبال النازحين اللبنانيين من المدنيين فقط يعني، وأكدوا أكثر من مناسبة أن يكون يعني من يدخل إلى السويداء هو فعلا مدني لا علاقة له بالحرب، طبعا لتفادي السويداء بأن تتعرض لأي موجات قصف كما يحدث في جنوب لبنان أو في حتى دمشق. بالتالي يعني هناك يعني إيجاب لاستقبال النازحين في السويداء كما قلت لك كثيرين، على الرغم من شح الموارد في السويداء، وعلى الرغم من يعني الضائقة الاقتصادية الكبيرة التي يعيش فيها أبناء المحافظة، وأيضا يعني أبناء باقي المناطق التي تخضع لسيطرة النظام. ولكن يعني لا يمكن أن أحد يعني يستطيع أن يدير وجهه عما يحدث في سواء في جنوب لبنان أو في غزة أو في جميع المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي. بالتالي يعني وجب على أهالي السويداء بأن يكونوا مع أخوتهم في هذه المحنة، وأن يقدموا أقل شيء يمكن أن يقدموا، وهو يعني محاولة استقبال المدنيين الفارين من هذه الحرب التي على ما يبدو أنها ستطول جدا، ويعني سيكون هناك أيضا مناطق أخرى سوف تكون يعني هدفا للإسرائيليين. نعم نعم، نستمع إلى هذه الأصوات التي تأتينا أيضا من الساحة، ونشاهد تجمع الأهالي ورفع علم الثورة والبيارق المخصصة لقرية قنوات ومردوك. ومن السويداء أيضا تنضم إلينا الكاتبة والإعلامية إيمان أبو عساف. أهلا بك معنا إيمان. إيمان، كان لنساء السويداء يعني حصة كبيرة من هذا الحراك، هل ما يزال لديهن نفس الإصرار حتى الآن بعد يعني مع دخول الحراك عامه الثاني؟ صباح الخير. صباح النور. دائما الشكر لقناتكم التي تغطي حراكنا منذ البداية. دخول المرأة هذا الحراك أعتبره على شخصيا عملية مصهر وعملية صيرورة، وضعت المرأة في هذا الحراك قدمها على أول أو باتجاه تحررها بشكل كامل. المرأة في الساحة اخترقت التابوهات واخترقت المحرمات واخترقت الممنوعات، واستطاعت أن تؤكد أن صوتها هو صوت مؤثر وحراكها حراك مؤثر، وأنها ليست فقط أم الثوار وأخت الثوار، وإنما هي ثائرة ثائرة بوعي وتريد أن تكون سوريا حرة مستقلة لكل الشعب السوري. المرأة تؤكد يوم بعد يوم دأبها وحرصها، لكن ما ينقص هو عملية التأسيس وعملية التنظير وعملية المأسسة الهيكلية والتنظيرية. ينتظرها طريق طويل حتى تصل إلى مبتغاها، لكن في النتيجة لقد بدأت بداية ناجحة جدا وبداية موفقة، وستأتي الأيام بثمار جدا جيدة نتيجة عمل المرأة في هذا الحراك، ونتيجة دأبها واستمرارها واعتبار وزياد وعيها لذاتها، واعتبار ذاتها فاعلة، واعتبار ذاتها مؤثرة، واعتبار ذاتها هي في موقع تماما كما هو الرجل. وستكون أنا أعتقد أنها ستكون مثال لكل نساء العالم اللواتي ما زلنا في الصفوف الخلفية. أثبتت المرأة في السويداء يوما بعد يوم أنها جدا تعي ما يحدث
أنها تعرف ماذا تريد، وتعرف أن الطريق طويل، وأنه يحتاج إلى عملية حفر في الواقع وحفر في باتجاه طريقها الصحيح. بكل الأحوال هي نجحت تماما، رغم أن الطريق طويل جدا 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 ويحتاج إلى صبر طويل حتى يأتي كما تشتهي. نعم إيمان، على ما يبدو أنك أنت متواجدة الآن في ساحة الكرامة. نعم نعم، حدثينا إيمان، أنت في الساحة، كيف يتم التنظيم الأسبوعي لهذا الحراك؟ ويعني نشاهد أيضا أسبوعيا هناك رسائل مختلفة لهذا الحراك، حدثينا من الذي يشرف على هذا التنظيم وكيف يتم؟ ماذا تقصدين بالرسائل؟ يعني القصد هو عبر شاهدنا عبر ما يحدث، شاهدنا دائما نشاهد برسائل الإفراج عن المعتقل، لافتات متنوعة للإفراج عن المعتقلين في عيد المرأة، في عيد الأم، يعني أكثر من مناسبة كان لحراك السويداء بصمة فيها. نعم نعم نعم، أكيد كما قلت في البداية، المرأة في السويداء لا تعمل على صعيدها المحلي، وقلت أنها تعي أنها مواطنة سورية وستعمل من أجل كل النساء في سوريا ومن أجل كل المجتمع السوري، وتريد ما يريده الشعب السوري من تحرير المعتقلين، من عملية رفع كما يقال إجراء أو اتجاه نحو إجراءات العقد الاجتماعي نحو الدولة الحداثية التي تضمن حقوق الجميع في العدالة والمساواة وفي الحرية. طبعا تسعى بكل قواها لأنها تعي معنى المواطنية الصحيحة في ظل دولة المواطنة، وهي تعمل يعني بشكل أكيد وبشكل يعتبر هو أقصى أمنياتها من أجل المجتمع السوري، ولم يخطر ببال النساء في السويداء ولا بأي لحظة أن يعملن فقط من أجل المحيط المحلي أو من أجل محافظة السويداء. أنتقل بسؤال أخير إلى ضيفي أيمن شوفي. أيمن، يعني هذه الأحداث التي نشهدها في لبنان وأيضا في غزة لم يعد للسويداء مكان ضمن الأخبار التي تأتي من هناك، حدثنا على ماذا يعول اليوم أهالي السويداء؟ أيمن، يبدو أننا فقدنا الاتصال. نشكر كل من الصحفي أيمن شوفي من السويداء وإيمان أبو عساف كاتبة وإعلامية أيضا من السويداء، وشكر موصول لمراسلنا حمزة المختار من ساحة الكرامة، ونبقى مع هذه الصور التي تأتينا الآن من الساحة. طبعا مشاهدينا نستمر معكم في هذه التغطية على رأس الساعة مع باقي الزملاء.
In the heart of the Dakhin, Beirut. We will take whatever action is necessary to restore security.